بصي، هو ناس كتير قوي بتفتكر ان السيرة الهلالية مجرد أسطورة، قصص بتتقال مش اكتر، ما لهاش وجود. لا، هي ليها وجود، والدليل ان بني هلال اصلا موجودين، والدليل الاكبر ان في ملحمة سياسية كبرى للسيرة الهلالية، بس هي مش موجودة عندنا في مصر، موجودة في مكتبة الدولة المركزية في برلين. فده يثبت وجودهم، ووجودهم كمان ايام الحكم العثماني والحكم الفاطمي في مصر، وخلافاتهم الكبيره جدا اللي كانت مع الفاطميين في مصر، وازاي قدروا الفاطميين ان هم يتخلصوا من بني هلال، وبعد كده يخلوهم او يامروهم بعبور النهر. فلا، الناس دي موجوده بالفعل، مش هي اسطوره. لكن الشعر الشعبي يعني اطغى عليها الخيال بقى، بقى ياخد كل فارس ويعمل حواليه هالة كبيرة قوي، يقعد يمدح. يعني الشعر مش مقيد، فأصبح هم الشعراء بيستخدم خياله في وصف وتفخيم وتمجيد بطولاته الفارس بقى. اللي هو بيتكلم عنه، لأن كل نطاق أو كل منطقة وليها الفارس بتاعها. طبعا. طيب عايز أعرف منك، طيب فكرة إنك أول بنت صعيدية بتقول السيرة الهلالية، فأكيد دي حاجة مش سهلة، حاجة صعبة. إزاي بدأتي؟ إزاي فكرتي أصلاً؟ أو إيه اللي خلاكي تحبي السيرة وتبقي أنتي بتقوليها؟ هو من البداية أصلاً أنا عندي من 2016 بروجكت اسمه نافذة على الجنوب. تمام. نافذة على الجنوب بيتكلم عن الصعيد بشكل عام في كل ما يخص عادات تقاليد، أي شيء يخص الله. الصعيد، وموثقة حقوق ملكية وكل حاجة. وكنت بشتغل على الفكرة دي جميل. لحد ما وصلت في مرة أني أنا بقدمه في شكل ندوات على مسارح. وصلت في مرة أن أنا بتكلم عن الفن الجنوبي، فمن ضمن الفن الجنوبي فن القصص والسير، الحكواتي. فحكيت قصة كانت لي حسن ونعيمة، فمنها برضو اتنقلت أن أنا عرضت السيرة جزء او حاجه مختصره كده، ان ايه هي السيره الهلاليه وجت ازاي ومنين، بس مجرد مدخل بس كان للسيره. وبعد كده قلت طب هو ليه ما احكيش السيره؟ يعني انا كان في الحفله دي قلت حسن ونعيمه كامله، طب ما انا اقول السيره كامله. فروحت وقتها ادور مين بيروي السيره، ست بقى، انا عايزه ست بقى بتحكي كده، لان السيره في الاصل حكاوي سيدات طبعا اصلا بقى، طبعا. فهي حكاوي ومين اللي ست، بيجيب في السيرة قد الست؟ الست طبعا. فهي حكاوي سيدات واتنقلت، وبعد كده أخدها الشعر الشعبي طلع بيها مسرح، وأصبحت الملحمة الكبيرة بعيدا عن السبب الرئيسي ان هي تبقى ملحمة اصلا. فهي اصلا حكاوي سيدات. طب مين الست؟ ادور، دورت كتير جدا ما لقيتش حد بيروي السيرة. السيدات بتتغنى غنى وليس رواية يعني، وبتغني ايه؟ أجزاء ومش مفهومة. يعني جزء من النص، من الأواخر، من الديوان الفلاني، من الديوان الأول أو الثاني أو الثالث، ديوان الأيتام، لا ديوان الحرب، لا لا ديوان المواليد. فمحدش فاهم حاجة. طب هم دول بيحاربوا دول ليه؟ طب إيه الأسباب الرئيسية؟ طب احنا عايزين نعرف، طيب إيه اللي وصل الجزئية دي؟ أنا لما أسمعها كده أقول ده علشان فلان عمل كذا وعمل كذا، وفلان أغار على كذا. انت بتقصدي بغنى الستات ده اللي هي الحتة اللي بتقال على شكل مواويل في النص على الربابه، على بتبقى حته الربابة، من على بتبقى حته من السيره. اجزاء كده بيتقال ان انا هقول مقطوعه من السيره، فهو بيقول جزئيه صغيره جدا. أوكي. احنا مش فاهمين. انا واحده من الناس ما كنتش فاهمه اصلا. طب انا عايزه اربطها بالقصه الاساسيه. صح. طب انت بدات لي من النص. طب هو ايه اللي حصل قبل كده علشان توصلني للحته دي، وانت بتقفل في مكان انا برضو ما فهمتش. فقعدت ادور ما لقيتش اي حد خالص، ما لقيتيش ستات، ما فيش ست بتروي. فروحت للشيخ زين محمود، كان يعتبر اخر راوي سيره، تمام، بعد عم سيد الضوي الله يرحمه. فقلت له يا شيخ زين، انت عارف ان انا بعمل كذا 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 كنافذة على الجنوب، لكن انا عايزه اروي السيره، يعني اقول السيره دي عباره عن ايه. وكنت متخيله ان الموضوع هو حفله حفلتين والموضوع هينتهي. فقال لي لا، مفيش الكلام ده. فليه يا شيخ؟ ده يعني نحكيها، نفسر للناس، احنا هنفك مربعات ونشرح في شكل سردي كده. فقال لي لا، كان خالص رافضين، كل الرواه بيرفضوا ان ست اصلا تعمل حاجه زي كده، او ست يعني تقولها. ده هم كان مش عشان بيتقبلوا، الست هي اللي متكاسله او الست هي اللي مش عايزه لا تروي السيره، انما كان بيبقى فيه رفض من رواه الرجال انها تبقى، لانها سيره فرسان. اوكي. فكانوا بيخافوا ان الست لما تيجي تحكي تضعفها،
مش هتحكي بقلبها اكتر، هتغلب عليها العاطفه بقى، وده فلان هيصعب عليها، ممكن يصعب عليها شخص من اللي هم المعادين لبني هلال، فاصبحت انت كده قدام بني هلال لا، لان هم بيركزوا في الحاجات دي قوي، حتى المستمعين بيركزوا في ده. فقال لي مفيش راوي قبل اصلا ان ست تحكيها، تمام، بس عجبته الفكره. طب حاسه احنا كمان ان انت عاوزين عندك اصرار. ننفذ ده. وهو حافظها يعني، هو عارفها عن ظهر قلب. فكان هو اللي قدامي الشخص كمان الوحيد اللي هيقدر يخليني استقي منه السيره. فعملنا ده بالفعل، وقعدنا حوالي شهرين او 3 شهور علشان نطلع نقول ان في حاجه اسمها راوي للسيره. وقتها كانوا بني هلال متابعين الموضوع وانا ما اعرفش الكلام ده تماما. وبعد اول حفله كلموني، وكان معايا شيماء النوبي كانت بتغني، دي حبيبه قلبي، حبيبه قلبي طبعا، وضيفتنا الجميله دايما. ايوه طبعا جت شيماء الجميله طبعا. شيماء، فهي شيماء اللي دخلت معايا في بدايه بنات السيره، وهي اللي كانت بتغني، وكان اسم بنات السيره كان الشيخ زين هو اللي قايله يعني تبقوا بنات السيره بقى. وكانت شيماء بتغني، وفعلا سافرنا اسوان عند، انت بتروي وشيماء تغني، انا كنت الله على بروي العرض وشيماء الرائع ده. بتغني، وسافرنا اسوان في، كان عندنا استقبال من جمعيه حفظ التراث الهلالي، كانت دعوه من استاذ محمد مهلل، ورحنا لهم هناك. فانا شفت الناس دي على ارض الواقع يعني، انا قعدت مع بني هلال، قعدت مع الهلاليه. قعدت مع الهلاليه. جميل جدا جدا. انت واخده اسم نهال الهلالي نسبه للسيره الهلاليه، ولا انت اسمي هلالي هلالي؟ لا اسمي. جميل جدا. طب مش هتسمعينا حاجه يعني، حته كده من السيره، حته حابه تقوليها؟ خلينا عشان الناس لسه ما تعرفش الموضوع. بصي، هي السيره بتبدا من عند ماساه كبيره قوي، يعني احنا لما بنبداها من عند رزق ابن نايل، زي كتير قوي من الرواه لما بيبداوا ما بنبداش من زمان قوي، لان احنا لما بنرجع زمان قوي بنرجع عند هلال ابن عمرو بن صعصعه من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، لما جه هو على راس قبيلته للرسول وشارك معاه في غزوه تبوك. فده كان بعيد قوي، عشان بندخل بعدها في جيل المنذر، فاحنا بنبدا من عند الماساه الرئيسيه اللي هتدخلنا اصلا ان يكون في حاجه اسمها سيره. تمام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. السيره بتبدا من عند رزق ابن نايل الهلالي. رزق ابن نايل كان بيعيش ماساه، وهي فعلا مصيبة بالنسبة لبطل زيه. مأساته كانت انه ما عندوش خليفة، اتجوز كتير بس ربنا ما رزقهوش بالاطفال. طلع في يوم رزق ابن نايل على الجبل يناجي ربنا، اهو يبكي بس بعيد عن عيون الناس في قلب الصحراء. وهو موجود في الجبل جاله هاتف رؤية حلم بتقوله يا رزق يا ابن نايل يا فارس العرب، روح أرض الحجاز وهناك اتجوز من عذراء شريفة اللي منها هيكون نسلك. خاف رزق ما معهوش حد، طلع خد فرسه وطلع جري على بني هلال، يروح لمين؟ لابن عمه صاحبه السلطان سرحان. دخل على السلطان سرحان ديوانه وقال له الحقني يا ابن عمي، انا وحدي كنت في الجبل مريت ولا معاي احدا حجازي، سمعت صوته الشخص ماريت قال تزوج من ارض الحجازي. ما الرأي يا ابن عمي؟ لوني تغير بصارة مني تخبلت لف عمي. يا سرحان شوف لك بصارة، رد عليه السلطان سرحان وقال له لا عايز صورة ولا حج، اسمع كلامي وصيغه، اهو جرب موسم الحج كلام جد مني تصيغه. سافر يا رزق سافر على الحج، وهناك ربنا هيرزقك بعذراء شريفة من نسل الرسول ومنها هيكون نسلك. قال رزق ابن نايل انا هندر ندر، كل اللي عايز يحج السنة دي هيحج على نفكتي. طلع منادي ينادي في قلب جبايل بني هلال ويقول اللي عايز يحج السنة دي هيحج على نفقة الأمير رزق ابن نايل، ومش هيتكلف من الأمر شيء. 80 فارس قطاعوه، جالوا نزور قبر التهامي، المال ليهم دفعوه. راجل زين
عنده تهامي وتمم على الأمر كله. التبعي والدناي العمل عمل في محله وكسى رجال الهلايل. حلوة قوي قوي قوي، الأسلوب الجميل هادي ويشد جدا الواحد، يعني حتى ما عرفتش حتى ابص كده او كده، مفيش، لا مركزه معاكي قوي، مركزه مع طريقه الحكي، السرد حلوه جدا بجد، ما شاء الله عليكي.